السلام عليكم أخي، نحن عملنا الاقتراح هذا البسيط مشان الغاز. صار بخليني ب10,000 وب11,000 وما بعرف منين، يعني قلنا صممنا الاقتراح هذا. صممنا جبنا قنين غاز فاضي، طبعا فاضي هاي فاضي، لحمنا له بلف تبع سيارة، حصرا يكون تبع سيارة مو توبليس، تبع شحن، تبع شحن شايف، بنعبيها هواء. هو انا ناقص شغله عندي انه ركب هون ساعه ضغط مشان اعرف ايش قد فيها ضغط، عقلنا راح نركب ساعه ضغط. هاي الهواء بيجي من مد الانبوب من الهواء هيك، الى هالقطرميز هذا حاطين له نص لتر بنزين، شايفينه هذا هالخرطوم بيجي لوين؟ لتحت، بولد الهواء، بعد الهواء من حرف السكاره وبيجي هيك، شايفين لوين رايح؟ على الغاز، شايفين هيك. هلا راح نجرب لكم اياها، تفرجوا شلون نستعمل من هون. شايفين غاز نظامي، غاز نظامي، بنقويه ونضعفه على كيفنا. وهي الانبوبه طلعوا شلون عم تعمل الهواء، تعطي الهواء، تعطي الهواء من هون، عم بيعطي الهواء لهون على الغاز. يا شغلتنا وشربتنا بسيطة. وهذا النص لتر تقريبا بورطيكم 10 ايام 15 نهار، بس علينا نحن هون الضغط، بس بدنا هواء، نحن بس الهواء، الله صفى علينا الهواء، ما في اشكال. والسلام عليكم، ومعكم اخوكم ابو عبد موريك من موريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.